تعرف البصرة بفنونها المختلفة وتراثها العريق الذي يوثق الكثير من الفعاليات، من ضمنها فن الخشابة الذي انحدر من السواحل الأفريقية وطوره العاملون في هذا المجال ليكون هوية فنية منذ عقود. احتاجت إلى عدد من العاملين في حقولها وبساتينها وأنهارها، فاستقدموا أبنائها من الطائف من الفارقة، جاء بهم من السواحل الأفريقية، من زنجبار ومن باسة، واستوطنوا في هذه المدينة. هؤلاء الغرباء الذين جاءوا فرادى أرادوا أن يعبروا عن مشاعرهم وعن أحاسيسهم، فاخترعوا هذا الفن الذي جاءوا به من هناك، وتعمق هذا الفن في داخل المجتمع البصري، لذلك أنتجنا هذا اللون الذي يحبه الجميع. الخشابة فن بصري لكنه سواحلي أفريقي يحبه الناس، وهذه المدينة هي مدينة أفراح، مدينة مسرات. ما بين الفنون والموروث الثقافي تسجل جلسة اتحاد الأدباء استذكارا للمكتبة الأهلية الأدبية التي مرت عليها أكثر من 100 عام، ذلك التاريخ من خلال فيلم شارك به المنظمون في مهرجان أربيل للأفلام الوثائقية. هذه الجلسة الحقيقة كانت على جزئين، الجزء الأول هو أو بالجزئين، أخذنا الموروث الثقافي لمدينة البصرة، أخذنا موروث الفنون عن محاضرة عن الخشابة، والجزء الثاني كان هو عبارة عن عينة من موروثنا الأدبي قدمناه على شكل فيلم، وهذا الفيلم شارك في مهرجان الأفلام الوثائقية بأربيل وحاز من ضمن 6 أفلام اللي راح تدخل المنافسة. أخذنا هذا الفيلم عن عينة من موروثنا الأدبي وهو المكتبة الأهلية، المكتبة الأهلية اللي صار لها بحدود 100 عام بالبصرة. القصيدة الغنائية وما قدمته البصرة من تنوع مميز أضاف لمسة من الإبداع من خلال جلسات اتحاد الأدباء التي استؤنفت منذ فترة قصيرة، واستضيف الشاعر طالب عبد العزيز ليقدم ما بجعبته من قصائد. استضفنا بالجزء الأول الشاعر الكبير طالب عبد العزيز في بحث عن أصول التراث الغنائي والفني البصري. طبعا البصرة تستحق منا أن نخصص لها جلسات وجلسات مطولة لتأريخ الفن والثقافة فيها. والجزء الثاني عبارة عن عرض فيلم وثائقي أنجزته المؤسسة عن التراث الثقافي للبصرة، وبالخصوص عن المكتبة الأهلية وأثرها في دعم الثقافة في البصرة. أصبوحات وأمسيات أدبية تتخللها فعاليات كثيرة يشارك بها العديد من الكتاب والأدباء في بصرة الثقافة والتاريخ. لبرنامج يوم جديد، أحمد علي، البصرة.